من ضواحي منطقة أكشبات لعشاق الطبيعة والهدوء، عرضنا اليوم فيلا بأربع طوابق بمساحة أرض 860 متر مربع، بأربع طوابق كل طابق تقريبا 120 متر مربع، جاية على 505 متر مربع مساحة البناء. ما يميز الفيلا هذه زي ما قلت لكم أربع طوابق ومساحات كبيرة للغرف أو للبلكونات، وأنه جاية في كل دور تراس وبلكونة، مدي شراح أكثر وإطلالة مميزة أكثر. وما يميزها أيضا أنه بالقرب منها زي ما شايفين الجامع خلفي، وأيضا الخدمات اللي موجودة بالقرب من هذا الموقع. الموقع مميز جدا، نقدر نقول انه بين الموقع وحيدر النبي تقريبا من 15 الى 20 دقيقة، موقع مميز جدا، بالاضافة الى انه في عندنا المنطقة التاريخية والقرية التاريخية تقريبا 10 الى 15 دقيقة، والساحل 3 كيلومتر، بالاضافة الى ميدان اكشبات تقريبا اقدر اقول 20 دقيقة، يعني منطقة مميزة جدا ومنطقة هادية وساكنة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، نشوف كل دور على حدة غرفها ومساحتها، خلوكم معنا. أنا الآن متواجد في الساحة الخارجية للبيت أو للفيلا، نقدر نخلي طريق من الجار خلفية ونخلي هنا جراج، أو المنطقة الأمامية جراج أيضا، حاطين هنا جلسة عائلية صغيرة، وفي أشجار فواكه مختلفة زي ما تشايفين مساحة الأرض إلى الأشجار هذه، وعندنا العمود تبع الكهرباء إلى الطريق اللي من تحت، يعني مساحة 860 متر مربع، المساحة الأرض هذه كلها تابعة لنا أيضا، يعني المنطقة هذه كمان نقدر نستغلها بأمور إضافية، نقدر نحط هنا ألعاب أطفال برضو ونستغلها يعني بأي شيء آخر، ألعاب أطفال أو جراج أو جلسة إضافية، ونحط نباتات ونجمل المكان. وهذا الطريق النزول للمنطقة أو الساحة الخارجية للبيت. عندنا هنا الجهة الخلفية للفيلا، نقدر نحط المكان هذا جراج خاص للسيارات، يكفي من 3 إلى 4 سيارات، والمدخل الرئيسي للبيت أو للفيلا من هذا المكان، ونقدر هنا نحط باب سحاب عشان يكون أكثر أمان و سيكيورتي أكثر. تعالوا مع بعض نتوجه إلى الفيلا نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. وصلنا جماعة الخير المدخل الرئيسي للفيلا، زي ما تشايفين جهة اليمين عندنا درج المؤدي إلى الدور الثاني، وعندنا في اليسار غرفة مخزن. المنطقة هذه حاطين فيها زجاج حاجز سحاب، يعني يعتبر شيء جيد. نتوجه مع بعض إلى منطقة الصالة، في الدور هذا موجود الصالة، وعندنا دورة المياه والمطبخ الأمريكي المفتوح على الصالة، زي ما شايفين حاطين جدار كامل مطبخ نظام أمريكي مفتوح على جهة الصالة، صالة كبيرة واسعة، حاطين هنا طقم صغير نقدر
نستغله بطاقم آخر. الأثاث اللي موجود في الفيلا أو البيت يعتبر أثاث كوالتي وسط، ما هو ذاك الكوالتي الجيد العالي. حاطين المنطقة هذه تلفزيون صغير، نقدر احنا نستغلها ونحط تلفزيون أكبر عشان يكون المساحة الأكبر، تلفزيون أكبر شيء جيد. من هنا الدرج المؤدي إلى الدور اللي تحت، الحاجز هذا حاطينه خلفه دورة المياه. لو تلاحظوا نشوف هنا دورة المياه، مغسلة، وهذه دورة المياه، حاطين كلوزد وعربي. يعني بالنسبة للفيلا هذه الشخص اللي بياخذه والعميل اللي بياخذه يقدر يستغنى عن أشياء كثيرة من الأثاث ويرتبها بديكور أفضل ويكون شيء جميل وراقي. ميزة الفيلا هذه أنه أطرافها كلها جاية زجاج، فتدي شرح أكثر أو إضاءة أكثر للمكان. تعالوا مع بعض نطلع التراس الأول في الدور هذا. من الصالة مدخل للتراس، لو تلاحظوا تراس كبير مركب فيه زجاج الشرائح المتحرك، وإطلالتها الخيالية لو تلاحظوا إطلالة بانورامية على الوادي وعلى الطبيعة والبحر، إطلالة خيالية. نكمل مع بعض. عندنا المنطقة هذه كمان يعتبر امتداد للتراس، وفي جهة من الجهة الجانبية أيضا، يعني لو تلاحظوا داير مدار الصالة جاي التراس. يعني عندنا المنطقة هذه أيضا منطقة إضافية للتراس اللي موجود في هذا الدور، وإطلالتها أيضا إطلالة الجامع وإطلالة البحر. طيب نكمل مع بعض. فزي ما شرحت لكم الدور هذا، أول ما ندخل المدخل عندنا الصالة الكبيرة هذه زي ما شفتوا، مطبخ أمريكي، مخزن، عندنا بالإضافة إلى دورة المياه. نكمل مع بعض نشوف الدور اللي تحت، نشوف إيش اللي فيه. تفضلوا معنا. من هذا الباب نقدر ننزل إلى الدور اللي تحت، تفضلوا معنا. لو تلاحظوا أيضا أن الدرج حاطين درج حديد، الماتيريال نوع حديد، نقدر نغطيه بموكيت أو شيء عشان الواحد لا يتزحلق ويطيح. نزلنا الدور الأرضي، حاطين هنا سريرين، نقدر نخلي المكان هذا مكان مثلا غرفة خادمة. عندنا يمينا هنا دورة المياه، عندنا هنا دورة مياه أرضي، وهذا المروش. بالإضافة إلى المغسلة اللي موجودة في هذا المكان. وفي عندنا غرفة إضافية في هذا الجزء، غرفة حاطين فيها سرير مزدوج مع دولاب، يعني لنا حرية الاختيار إذا كان عائلتنا كبيرة أو نستغلها بأي شيء آخر. يعني مثلا نقدر نخلي الدور هذا مثلا كغرفة جيم، مثلا نستغلها مثلا في المنطقة هذه غرفة جيم، ونقدر نحط في الغرفة هذه الساونا. عندنا المكان هذا برضو حاطين هنا غرفة أطفال، بالإضافة إلى المنطقة هذه الكبيرة تعتبر صالة إضافية للدور هذا مع دولاب، وهنا مخزن آخر في هذا الدور. نجي هنا نشوف إيش اللي موجود. عندنا هنا المطبخ،
في الدور هذا كمان حاطين مطبخ إضافي صغير موجود فيه الطباخ مع المغسلة ودواليبها، يعني يخدم الدور الأرضي اللي يخلينا نطلع على الحديقة فنقدر نستفيد من المطبخ في هذا الدور اللي هو دور الحديقة. نتوجه إلى التراس في الدور الأرضي، تقريبا التراس مشابه للتراس اللي فوق من جهة الأمام، بس التراس اللي فوق جاي ممتد في الأركان، بس المنطقة هذه جاية إنه التراس إطلالة أمامية على الوادي وعلى الطبيعة والبحر، ومزودة أيضا زي ما انتم شايفين بالزجاج الشرائح المتحرك. ميزة البيت هذا إنه ما شاء الله في بلكونات كثيرة تدي شرح أكثر للمكان. طيب، شرحنا مع بعض الدور الرئيسي والبدروم، تعالوا مع بعض نطلع الأدوار اللي فوق نشوف تكملة البيت هذا وتفاصيل أكثر. تفضلوا معنا. طلعنا الدور الثاني زي ما انتم شايفين، أول ما نطلع من الدرج مقابل الدرج عندنا غرفة الغسيل. بالإضافة إلى ذلك عندنا المساحة هذه نقدر نستغلها مثلا بديكور إضافي. نتوجه نشوف الغرفة الأولى. عندنا الغرفة الأولى حاطين فيه سرير مزدوج مع دولاب ودورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة، مروش وكلوزيت ومغسلة. ما ننسى ايضا انه موجود في اغلبية الغرف موجود المكيفات. عندنا في الغرفة هذه بلكونة ايضا، البلكونة مزوجة بالزجاج الشرائح ومساحتها جيدة، اقدر اقول متر ونص في 3 امتار، مساحة مناسبة، مساحة مناسبة واطلالتها المميزة على البحر وعلى الطبيعة والوادي. نطلع من الغرفة هذه نتوجه إلى الغرفة المجاورة. المساحات كبيرة، لو تلاحظوا مساحة الموزع للغرف مساحتها كبيرة، نستغلها بأي شيء. عند الغرفة الثانية، الغرفة الثانية هذه مساحتها شوفوا ما شاء الله قد إيش، حاطين فيه 5 أسرة فردية والمكيف أيضا موجود. عندنا سريرين هنا فردية، وعندنا 3 أسرة فردية أخرى، وعندنا دولاب أيضا. يعني تبوا تخلوها زي ما هي ولنا حرية الاختيار، نقدر نخليها غرفة ماستر مثلا، والمنطقة هذه نقدر نغطيها ونخليها دريسنج روم، لنا حرية الاختيار في الديكور. والغرفة الثانية أيضا هذه لها بلكونة، يعني الغرفة الأولى لها بلكونة وهذه لها بلكونات، بلكوناتها كثيرة وإطلالتها مميزة أيضا، وهذه برضو زي العادة إطلالتها على البحر وعلى الطبيعة. طيب، نطلع من الغرفة الثانية في هذا الدور نشوف الغرفة الثالثة. زي ما شايفين هذا الدرج يطلع على الدور اللي فوق، نغلق من شرح الغرفة هذه ونطلع نشوف تفاصيل أكثر في الدور اللي فوق. الغرفة هذه كمان حاطين فيه 3 أسرة، يعني لو عائلتنا كبيرة البيت هذا مناسب جدا، غرفة كثيرة ومساحاتها أكبر. حتى هذه الغرفة لها بلكونة، بس بلكونتها هذه جاية عكسية إطلالتها على الطبيعة من الجهة الخلفية، وأيضا مزودة بالزجاج الشرائح، مساحتها ممتازة 1.5 في 2.5 متر. طيب،
كذا أعطيتكم تفاصيل عن الدور الثاني، ثلاث غرف مع دورتين مياه وثلاث بلكونات، وعندنا غرفة غسيل أيضا. تعالوا نشوف الدور الأخير إيش اللي موجود فيه. تفضلوا معنا. وأخيرا وصلنا للدور الأخير. الدور الأخير أول ما نطلع من الدرج عندنا المنطقة هذه، نقدر نقول عليها منطقة سفرة، حاطين فيه طاولة وفي تكييف أيضا ومطبخ مفتوح على منطقة السفرة. زي ما شايفين مطبخ أمريكي، بالإضافة إلى دورة المياه الموجودة خلف المطبخ. نشوف أول غرفة في هذا الدور. الغرفة هذه مساحتها 2.5 × 3.5، حاطين فيه سرير بالإضافة إلى دولاب درفتين. سقفها من النوع الخشبي. وعندنا هنا الغرفة الثانية اللي هو أول ما نطلع من الدرج. الغرفة هذه نقدر نقول عليها غرفتين أو غرفة داخل غرفة. فلو تلاحظوا هنا غرفة حاطين فيه سرير فردي مع دولاب وطلالتها على البحر، بالإضافة إلى الغرفة اللي داخل الغرفة هذه أيضا حاطين فيه سريرين فردية وطلالتها على الجهة الجانبية للطبيعة. فكذا الدور هذا موجود فيه غرفتين، نقدر نقول ثلاث غرف بالإضافة إلى دورة مياه مع المطبخ ومنطقة السفرة. وعندنا التراس، لو تلاحظوا التراس هذا حاطين فيه طقم كنب على شكل L، إنه جاي قسمين، قسم مغلق بزجاج والقسم الآخر مفتوح وطلالتها الخيالية على البحر. يعني التراس الجميل هذا نقدر نخليه مفتوح زي ما هو، ونقدر نغطيه بالزجاج المتحرك، وهذه الإطلالة الرائعة الجميلة، يعني داير مدار الفيلا أو داير مدار البيت التراس. أسيبكم تستمتعوا بهذه الإطالة الجميلة من التراس. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.